السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في مع لعبة جديدة بيست كويست. لعبة الوحوش هذه يعني أنا شفتها لعبة من جربت خيالي وحلوة فقررت أشوفها وألعبها ونشوفها مع بعض إن شاء الله. لعبة بسيطة وحلوة. شايفين الشاشة على اليمين؟ الشاشة على اليمين طبعا الوحوش راح يطلعون من الدوائر الحمراء وموجودين على اليمين بالدائرة مثل ما قلت. هذي صار الذهب مالك والانرجي وشيشة الغزة مع التحذية والجيمز. جايز ذس از بيست كويست جيم فيري نايس جرافيك جيم اند اي ونت تو ادفانس ذات with you to see if the game is very nice or not. يقول collect Arctic herbs to cure your process. يقول اكو شغلات بالقاع هذه الاثرية تجمعها حتى يتعالج شو اسمه الجروح او الندبات مالتك. طيب هسه يجري طبعا هاي الحذاء على يسار الخدوس يجري. شوف السهم اللي على اليمين هو هذا القايد مالنا. شوف هذا وحده من اللي قال عنهم. طيب كنا نروح ادور الوحوش. كنا الوحوش الدوائر الحمراء يطلعون. هذا وحش قدامي شايفينه دائرة حمراء. بس خلوا وجهها عليه. هذا الوحش شايفين مجرد ما يطلع الوحش تطلع السيف. هاي الدرع حط الدرع حتى لا يخلص دمك وتقدر تضرب عليه بالسيف. لحق دائما قبل لا يتحرك الوحش حط درعك. هو اي قبل لا يتحرك الوحش حط درعك. لان قتلنا الوحش. الوحش طبعا هالجوائز اوكي 25 نقطة ذهبية. يقول يريد يتقيم اللعبة. قلت له لاحقا طبعا. الآن نروح للوحش الثاني شايفين النقطة الحمراء أفر شو اسمه وأروح عليه. إذا ما راح عليه منه لازم أفتر له. ترى شوف مكان الآن بعد عنه هذا صندوق. خلي أشوف شنو ذي. ما في شيء. هذا فتحه توا حطاني منه. اروح افتر للوحش الثاني. لازم اكو طريق يوديني عليه. راح افتر له من هنا. شايفينها هاي افتريت له فوق حجر من ورا الجبل. الان هذا هو علمنا شايفينه النقطة الحمراء. لازم نروح لهيج. ايوه هذا هو هذا الوحش اقرب الى دي طبعا. مجرد ما اوصل له راح يطلع الشسمه عندي. من يرجع من ورا حط راسه من الشسمه. مجرد ما يتحرك يرجع لي ورا يعني راح يهدي. فانت ذهب الدرع ماله. شوف راح يخلص ثمه ثمان توازن منها. guys when he move to back he want to attack so avoid his attack the shield you have.
Okay, I will go this way to search for more beasts. Let's see this way. Mm-hmm. Oh, this way. Should be more beasts. Now I get back to my tent. Then I'll get to Samuel, مخير مالي. وراح أروح الصفحة الثانية طبعاً. دور. هذاني هذا شوف جاي جمع اللي قال عنهم هذين. لا ماكو نهاية البحر المحيط أرجع. طيب نحطهم سفينة نقول ليس نرو راح نروح لهذا الممر الضيق نرو بس تسي يس this is beast there I can't reach him from this side so I have to go around. I will go same the road I came. راح ارجع نفس الطريق اللي جيت وراح ادور له طريق ثاني اروح له. الان هذا الوحش شايفينه رايح عليه انا النقطة الحمراء مباشرة عليه. دعم حتى الدرع مالك خليه هجوم نشوف يريد يرجع just a moment you see him back put your shield okay we almost finished level 1 this is another one let's go for him هذا واحد ثاني شايفينه نقطة حمراء راح اروح له معكم هنا لا لازم الف هنا ورا هاي طبعا صاير ورا هاي هاي ماكو طريق منها هاي راح ارجع راح ارجع والف له واروح له شايفين راح الف من ورا هذا ال شو اسمه الان شفنا مواجهته هذا هو عدنيا هذا هو وحش هو ذيب هذا مجرد ما يبقى هو انا خليل يقول الصحة مالتك لازم تستخدم استخدمت الغرشة وزاد الصحة مالتي الغرشة تكلف جوهرة واحدة شايفين يعني يقول لا تروح بعيد عن الكامب مالي اوكي ما تطلع نقطة حمراء إن شاء الله
انجاز امتحانه انجاز تمام جواب خراب give me achievement for the achievement will be jewels We finish this piece, I think we complete level 1. Yes, level 1 complete, we are level 2. يقول درع مالك مكسور صراحة. We repair our shield. هذا كان الجزء الأول. Level 1. That was level 1. أترككم تجربون اللعبة وتشوفونها قبل الثاني واللعبة صدقوني ممتعة كل ما تتقدمون بالليفلات كل ما تصير أمتع لعبة حبايبي هذا أخوكم مادم الزبير أحييكم إلى اللقاء guys to see you in new game from me bye bye for now